بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي غادة بركات، أستاذ مساعد الميكروبيولوجي والمناعة الطبية. الكونتاكت طبعا على المحاضرة، الرقم الموبايل، ولو انتوا عايزيني أنا في أي وقت موجودة في قسم الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية. المحاضرة اللي هقول اتكلم عليها النهاردة اللي هي الهايبر سنسيتيفيتي. يعني ايه هايبر سنسيتيفيتي؟ هايبر سنسيتيفيتي مينز معناها ان الجسم بيبدأ يستجيب بطريقة abnormal to the antigen. There are there are many types of hypersensitivity. عندي أربعة types, four types. Type 1 and 2 and 3, they are called immediate reactions or immediate hypersensitivity. Type 4 is the delayed one. وimmediate أو delayed على حسب اللي هو time اللي بياخده علشان يحصل hypersensitivity. اللي هنتكلم عليه في lecture النهاردة هو type 1 and 2. Okay, type 1 hypersensitivity, they are called immediate or anaphylactic hypersensitivity. النيم التاني ده بيوضح لكم الطيب ده ممكن يحصل ازاي. طيب ايه الالرجنز بتاعته؟ في عندي ممكن يكون اي حاجة في سواء تدخل الجسم، سواء inhalants زي البولين جرينز or fungal allergen, injectants like drugs, contact by clothes or antiseptic spray. يظهر ازاي؟ يظهر على حسب الحاجة اللي داخله. يعني لو دخل جلد يبقى ارتكاريا اكزما، لو دخل عن طريق الايز يبقى كونجنكتيفايتس، لو النيزوفارنكس يبقى راينوريا اند راينايتس، برونكو بالموناري تيشوز يبقى ازما، جاسترو انترنال تراكت يبقى جاسترو انترايتس. ايه الميكانيزم؟ ذا فيرست، اول حاجه الجسم بيبدا يتعرض لها للانتيجين، الانتيجين بيدخل في الجسم اند بروديوس اميونوجلوبولين اي، ونورمالي المفروض ان هو يطلع immunoglobulin M. اوكي اور حتى استيميليت الاميونوجلوبولين جي لو موجود قبل كده، لا ده بيدخل ذا فيرست تايم يطلع immunoglobulin E. تمام، هل في المانيفيستيشنز هتظهر على البيشنت ده او اي حاجه؟ لا مش هيظهر عليه حاجه. طب وبعدين الاميونوجلوبولين E ده بيكون له ريسبتورز موجوده اوريدي على البيزوفيل سيلز وعلى الماست سيلز. ماشي، اللي يروح اميونوجلوبولين اي يمسك في الريسبتورز دي ويفضل قاعد هناك، يفضل قاعد لغايه امتى؟ لغايه ما يحصل سكند اكسبوجر تو ذا سيم انتيجن. ولما يحصل سكند اكسبوجر للسيم انتيجن يدخل الانتيجن يلاقي الاميونوجلوبولين اي بتاعه اللي هو سبيسيفيك فور ات اوريدي جاهز وماسك في الماست سيلز والبيزوفيلز. تمام، يمسك فيهم، وبعدين اول ما يحصل الانتيجن انتي بودي reaction ده او binding ده، الكالسيوم انفلوكس بيبدا يدخل السيلز دي، والسيلز دي بتبدا تطلع تعمل الجرانيولز اللي عندها في حاجه اسمها دي جرانيوليشن. تمام، طيب الدي جرانيوليشن ده بيبقى certain types of granules. في جرانيولز اوريدي موجوده عندها وفي جرانيولز بتتكون upon binding. الجرانيولز اللي موجوده عندها اللي هو الهيستامين والتريبتيز واكسترا سيلولار فاكتور اي. الهيستامين ده بيعمل برونكو كونستريكشن، ميوكس سكريشن، فازو دايليتيشن، فاسكولار برميابيليتي. طب والتريبتيز يعمل بروتيوليسيس. طيب اكسترا سيلولار فاكتور ايه؟ اتراكت ايزينوفيلز اند نيوتروفيلز. طب وايه النيولي فورمد ميدياتورز؟ في عندي ليوكوتراين بي 4، ليوكوتراين سي 4 اند دي 4، بروستاجلاندين دي 2. يعني الاثنين الليوكوتراينز بي 4 سي 4 اند دي 4 كلهم 4 بي سي اند 4 بي سي اند دي سوري. طيب الليوكوتراين بي 4 اللي هو البيزوفيل بيعمل بيزوفير اتراكتن. طب السي والدي دول بيعملوا زي الهيستامين بالظبط بس 1000 مور بوتنت تايمز مور بوتنت. تمام، بروستاجلاندين دي 2 بيعمل اديما اند بين. ايه الدايجنوستيك تيست فور ذا ايميديت هايبر سنسيتيفيتي؟ اول حاجه السكين تيست، تاني حاجه ان انا بقيس الاميونوجلوبولين اي and measurement for the specific immunoglobulin E antibodies. انا ما عملت السكين تيست ده طلعت الالرجن اللي ممكن يكون سبب المشكله. خلاص، طيب انا خلاص عرفته، ابدا ادور على الاميونوجلوبولين E اللي specific for it. تمام، وبقيس التوتال اميونوجلوبولين E، كل ده عن طريق الاليسا. طيب ازاي اعالج؟ بعالج عن طريق 3 main lines. اهم لاين فيهم الافويدنس اوف اكسبوجر. الافويدنس اوف اكسبوجر، انا خلاص شخصت ان هو عنده allergy for the dust mite، يبقى نبدا نتعامل معاها، نبدا نغير الكفر ماتريسز ديت والبيلوز نستخدمها اللي هي ذات
of that type resistant to the dust mite. تمام؟ طيب انا عارفه ان هو عنده فانجل الرجي، نبدا نشوف ممكن يكون من الاندور بلانتس، ممكن اي حاجه ويت ويت، خلاص الفانجاي بتموت في الحاجات الايه الويت، فبنعمل دراينج او ريموفنج لكل الويت كاربتس، او لو في رطوبه في الجدار او تمام. طيب ايه السكند لاين اوف تريتمنت اللي هو السيمتوماتيك تريتمنت؟ سيمتوماتيك تريتمنت مينز وات؟ سيمتوماتيك تريتمنت في عندي الانتي هيستامينز، خلاص هبدا اتعامل مع الحاجات اللي عملت الهايبر سنسيتيفيتي اللي هي الميدياتورز بمعنى اصح، الانتي هيستامينز، فبالتالي اوقف البلوك الهيستامين ريسبتورز. الكرومالين صوديوم انهبت الماست سيل ديجرانيوليشن. ليوكوتراين ريسبتور بلوكرز اور انهبيتورز اوف سايكلو اوكسجينيز، او ان انا هعمل سيمتوماتيك اولذو شورت تيرم للريف للحاجات اللي حصلت، لو برونكو كونستريكشن هعطي برونكو دايليترز، لو راينوريا اعطي دي كونجستنت اند سي اون. طب الاميونوثيرابي يعني ايه اميونوثيرابي؟ الاميونوثيرابي ان انا ببدا اتعامل مع الحاجه بان انا مع الهايبر سنسيتيفيتي تايب 1 ده، بان انا ابدا اعرضه لفيري سمول اور مينيوت اماونت من الانتيجن، وبعطيها ات ريجولار انترفلز بس فور لونج تايم، يعني ممكن ياخد اب تل 2 اور 3 ييرز. تمام؟ طيب بعطي له انا خلاص شخصت ان عنده هايبر سنسيتيفيتي الالرجين ده، ابدا اعرضه له، اعطيه له بكميه صغيره جدا او اون لونج تايم، وكل مده ايه معينه. طيب هي إيه الفكره دي جت منين؟ جت من ان هم لقوا ان الاطفال اللي بيكون عندها ازمه وهي صغيره بتبدا تختفي الازمه دي عند سن 15 16 سنه. الناس اللي بيبقى عندهم الرجي مثلا وليكن تو السمك للفيش وهم صغيرين، يجوا عند سن مثلا 30 يقول لك خلاص ده انا كان زمان وانا صغير لما باكل كذا بيحصل لي هرش وبيحصل لي وبيحصل لي، دلوقتي ما عادش بيحصل. ماشي، يبقى دي الفكره جت من هنا. طيب ايه الميكانيزم بقى اللي بيحصل؟ الميكانيزم اللي بيحصل ان هم لقوا لما بنعمل الحاجه دي الاميونوثيرابي ده بيوقف ستوب برودكشن اوف اميونوجلوبولين اي، وبيجي مكانه اللي هو الالرجين سبيسيفيك اميونوجلوبولين جي 4 بيحل مكانه، فبالتالي انا بدات اطلع ايه اميون ريسبونس طبيعي. تمام؟ طيب التايب الثاني من الهايبر سنسيفتي، وده برضو بيلونجز تو تايب 2 هايبر سنسيفتي، اسمه سايتوتوكسيك هايبر سنسيفتي. خلاص السايتوتوكسيك هايبر سنسيفتي او تايب 2 هايبر سنسيفتي شويه في شبه من تايب 3 هايبر سنسيفتي، ده الاثنين بيبداوا باي تايب 2 هايبر سنسيفتي بيبدا باندوجينس انتيجن، خلاص الا ان الاكسوجينس ممكن يحصل. طيب وايه كمان؟ ان الانتيجن ده بيكون باوند تو سيل ميمبرين، بيبقى ماسك على سيل ميمبرين مش فريلي موبايل. لو فريلي موبايل يحصل تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي. طيب الاثنين ميدييتد باي اميونوجلوبولين ام اند اميونوجلوبولين جي، الاثنين اي مين تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي اند تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي، الاثنين لازم يكون فيهم كومبلمنت ميدييتد لايسيس وتيجي بعدها الفاجوسايتس اند الكيلر سيلز. خلاص يبقى اللي بيحصل ايه؟ انا عندي انتيجن ماسك في ميمبرين، خلاص يجي يمسك الانتيجن اللي ماسك في الميمبرين ده يجي يمسك فيه اميونوجلوبولين ام او اميونوجلوبولين جي، اوف كورس ذس از ا باثولوجيكال بايندينج، يستدعوا الكومبلمنت، خلاص وبعد كده تيجي الفاجوسايتس والكيلر سيلز والكيلر سيلز وتعمل شغلها. الرياكشن ده ممكن ياخد فروم مينيتس تو اور. تمام؟ الانتي اميونوجلوبولين ام اند اميونوجلوبولين جي ويل اتاتش تو انتيجن on membrane of cells and lead to complement. يمسك فيهم، ولما الكومبلمنت يمسك قلنا بيجيب الفاجوسايتس والكيلر سيلز. ايه انواع اللي هو تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي ده؟ اول نوع عندنا اللي هو الار بي سيز الريد بلاد سيلز لايسيس. الار بي سيز لايسيس او الريد بلاد سيلز لايسيس دي بنشوفها قوي في حالات الانكومباتيبل بلاد ترانسفيوجن. يعني ايه انكومباتيبل بلاد ترانسفيوجن؟ نقلنا فصيله واحد A لواحد اصلا فصيله دمه B. تمام؟ فاللي بيحصل ان هو اللي عنده فصيله دمه بي ده بيبقى عنده already formed antibodies against A. خلاص؟ فاول ما يتنقل له الA
الانتيبادي يمسك في الانتيجين اللي هو الاي اللي موجود على الريد بلاد سيلز ويجيبه الكومبلر ويحصل لايسنس للريد بلاد سيلز دي ويحصل معاها مانيفستيشنز لايك نوزيا فيفر رايجرز اند باك بين تمام او الار اتش اكسترا فاسكولار هيموليس الار اتش في الادلت اي مين طيب السكند تايب مع الريد بلاد سيلز اللي هو الاريثروبلاستوزيس فيتاليس الاريثروبلاستوزيس فيتاليس مينز وات مينز وين mother Rh negative ام الفصيله بتاعتها Rh negative تطلع تعطي infants تبدا تجيب infant الفيرست infant بيكون Rh positive infant تمام ال Rh positive infant ده انا بتكلم على الفيرست بيبي at the time of birth or delivery بيبدا يحصل اختلاط ما بين ال blood of the infant اللي هو Rh positive والبلاد بتاع المذر يدخل شويه من بتوع الانفنت للمذر اللي هي ار اتش نيجاتيف طيب وانس ان هو دخل شويه للار اتش نيجاتيف ده يبدا ان هو يستيميوليت انتي بوديز اجينست الار اتش انتيجين تمام طيب يجي السكند بيبي السكند بيبي هو كمان طلع ار اتش بوزيتيف ايه اللي بيحصل يبدا يدخل الاميونوجلوبولينز او الانتي بوديز اللي اتجونت اجينست الار اتش دي تبدا تدخل دم البيبي وتبدا تعمل له هيموليسيس اند سو اون خلاص هيموليسيس وجونز وهيباتوبيلين وميجالي بيليروبين انكفالوباثي وشويه حاجات كده ماي ليد تو ديث اوف ذا بيبي ذا ثيرد تايب از اوتو اميون هيموليتيك ديزيز وقلنا اي كلمه اوتو اميون معناها ان الجسم بدا يكون اميونو globulins or antibodies against الحاجة دي ممكن تكون الحاجة cells زي في الهيمولوتيك diseases أو ممكن تكون الحاجة organ أو systemic يعني في كذا organ مابا the second type is white blood cells lysis اللي هي granulocytopenia تمام antibodies against neutrophils أو SLE وده اختصار for systemic lupus erythematosus systemic lupus erythematosus The third one is platelet destruction, idiopathic thrombocytopenic purpura. كده خلص type 1 and type 2 hypersensitivity. الليكتشر اللي هتيجي بعد كده ان شاء الله هيتشرح فيها اللي هو type 3 and type 4 hypersensitivity. ما ننساش ان type 1 و 2 و 3 are immediate types of hypersensitivity. Type 4 is delayed type of hypersensitivity. شكرا جزيلا